الشباب، ونحن إن شاء الله نستمع له بروح الشباب والإخواننا الشباب الآن، وأرحب أخواتنا أيضا النساء أخواتنا النساء عموما. لا أطيل أن أطيل عليكم، يتفضل أستاذنا ونستمع إن شاء الله ونبصر. الشيخ ثانوية شهداء يناير بنغازي، انت ما ذكرتهاش؟ لا قلت داس داخل مصر وخارج مصر. ليبيا داخل مصر. اهلا وسهلا. يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طب جزاكم الله خير يعني واكرمكم في الدنيا والاخره واسعدكم في الدنيا والاخره وجعلكم من الفائزين في الدنيا والاخره. امين ان شاء الله. هو اللقاء اليوم هيكون مش محاضرة أكثر ما نعمل إيه، نكون مع بعض ممكن أسئلة وأجوبة نخلي المجال أكثر منها. الشباب مش ما هوش عمر، شباب فتوة القلب المبنية على رسوخ الإيمان وبعد الرؤية ووضوح الهدف اللي احنا بنتكلم عنه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري أتى هنا وقبره أو مقامه في اسطنبول كان عنده عمره كم سنة لما توفاه الله سبحانه وتعالى؟ 90 سنة. كم؟ 95 حاجة عدت 90 يعني. كان شاب، لأن الإيمان بيجعلك شاب، بيجعلك شابة، صاحب همة وصاحبة همة. وشيخ الشباب عندكم في ليبيا مين هو؟ عمر المختار. شيخ عمر الله يرحمه. شيخ الشباب شيخ معروف، راح كل ما يفتكر سيرة شيخ عمر يعني بتتهز وجدانه وتهز قلبه وتهز كل كيانه لهذه الشخصيات التي لم تمت. الشباب لا يموت، الشباب مسيرة والشباب رؤية والشباب إيمان والشباب إخلاص والشباب فتوة والشباب عمل والشباب إنجاز. فكل من في هذه الغرفة من الأخوات والإخوة شباب. وسيد الشباب في الأنبياء هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم عن هذا نجد إن اللي بيجعل الإنسان في الفتوة وفي الروح وفي الهمة هو الإيمان. فمهما كنا في سن صغير وضعف الإيمان فينا يبقى احنا مش شباب، حتى لو كان عندنا 20 سنة أو 30 سنة إلى آخر. الرسالة حتى اللي هقولها دلوقتي موجهة لكل واحد فينا كشاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأكوان خلقها بملايين السنين قبل خلق آدم، ولما خلق الخلائق خلقها برضك بنفس الفطرة عشان كل دول يخدموا آدم وذرية آدم عليه السلام. يعني كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لكي يخدمنا نحن، ودورهم كلهم كان خدمتنا نحن. فهل نحن نستطيع أن نحدد معالم الدور المنوطين بالقيام به أم لا؟ الحيوانات تخدمنا ولها دور، هي تسبح وتعبد الله سبحانه وتعالى وترعانا في خدمتها. ونحن عيب علينا اننا نكون من البشر نمرة واحد، ثم اننا نكون من المسلمين وما لناش حاجة من اربع حاجات: دور نقوم به، رسالة ننشرها، هدف نحققه، رؤية تسعى بها البشرية. اربع حاجات، لان ما ينفعش الطيور والحيوانات وكذا كلهم دور وانا ابنائي وبناتي على هامش الحياه ليس لهم اي وجود. ونرجع لمين؟ يعني للام اللي هي بنتي او بنتك او زوجتي او زوجتك او اختي او اختك او جدتي او جدتك. احنا اهملنا النساء زمان كتير بفقه معوج، حرمناهم من التعليم وحرمناهم من كذا وكذا 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 ومشناهم، ولم نعاملهم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل السيدة خديجة، اللي كانت بالنسبة له روح وكانت سند وكانت عدد وكانت مدافعة.
وكانت منفقة بكل مالها وكل جهدها من أجل الدعوة، وهي أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هي أحد ثلاثة آمنوا، طفل ورجل وامرأة. فده كان دور المرأة اللي احنا عملناه، عشان كده طلعنا في القرن العشرين، القرن الواحد والعشرين، شباب ممسوخ الهوية، شباب ممسوخ الهوية، حرمنا بناتنا وزوجاتنا من العلم وكذا 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 إلى آخره، وطلع شباب ممسوخ الهوية، وقوم ناس يعني خرجوا أولادنا إلى آخره. نرجع مرة تانية، نقول ما لا نستطيع أن نعيش من غير دور. إيه دورنا في الحياة؟ عايزين ايه من الحياة؟ عايزين نعمل ايه في الحياة؟ ايه رسالتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكرين الآية بتاعت سيدنا إبراهيم، وأذن في الناس أذن، انت فين يا إبراهيم؟ انت في وسط الصحراء، يأتيك رجال يأتوك، جزاكم الله خير. مين بيقدر ينشر الإسلام برسالته اللي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، غضة طرية واضحة طرية؟ دي رسالة. هل احنا نستطيع اننا واحنا عايشين في الدنيا دي نصنع لنا دور، ننشر لنا رسالة، يكون لنا رؤية؟ رؤيتنا ايه؟ نسعد كل من خلقه الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق حتى ولو ما كانش مسلم، كل مخلوق حتى ولو ما كانش من الإنس، حيوانات، طيور، إلى آخره. ده دورنا احنا، كانت رسالتنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخلائق في الدنيا تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل الخلائق في الآخرة تتمنى أن ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك صعب علينا إننا نعيش في دنيا ربنا كرمنا فيها وجعلنا خلفاء له في الأرض دون دور. إيه دورنا في الحياة؟ دورنا نتجوز ونخلف وناخد شهادة، ولا ننقذ البشرية ونسعد البشرية ونبني حياة كريمة لكل سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم بأننا أتباعه صلى الله عليه وسلم؟ دور، ما ينفعش. مسلم أو مسلمة ما يكونهمش على الإطلاق، على الإطلاق، خاصة في الوقت اللي احنا عايشين وقت صعب. أنا قاعد هنا أن أنا لي ارتباط بليبيا فعشت فيها، عشان كده متأثر بوجودي في وسط الليبيين. كان في يوم من الايام وما زال كان خيرهم علينا لما كنا هناك في الستينات مع والدي الله يرحمه. فلذلك انا بحييكم انتم اخواننا، يعني حاضرنا احنا الايام الجميله اللي كانت، يعني مش هنرجع بقى نتكلم عن الماضي، قبل 50 سنه قبل. هات لي يا ابني منديل عشان مناخيري بتجري. هنا صح، هي بتجري مناخيري وانا حجري وراها. شباب شفتوا، عشان كده عندي مناخيري داخل السباق. فجزاكم الله خير. يبقى احنا عايزين نتفق على حاجه معينه، مش عايزينها تكون محاضره، لابد يكون لي دور. ان شاء الله يكون دوري قد كده بسيط، مش مهم، بس اقوم بدور. ان شاء الله اكون عامل نظافه، ان شاء الله اكون بجمع الزباله، ان شاء الله اكون حارس على باب. كل على قدر مسؤوليته وكل على قدر عطائه، بس كل دور، كل دور. ما ينفعش اعيش في الدنيا من غير دور. ايه رسالتي في الدنيا دي؟ رسالتي مع اهلي، رسالتي مع قرايبي، رسالتي مع جيراني، رسالتي مع وطني، رسالتي مع مجتمعي، رسالتي مع العالم كله. الرحمة المهداة اللي جالنا كان بيحزن على روح
تذهب من بين يديه تدخل جهنم والعياذ بالله. كان بيحزن حزن شديد، روحه انفلتت مني، لأن رسالته كان هداية البشرية كلها، وليس قريش وليس العرب وليس كذا وليس كذا وليس كذا. شفت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تخرج من جامعة ولا خد دكتوراه ولا خد ماجستير ولا خد بكالوريوس ولا خد أي حاجة، لكن قوة وعمق وسعة الإيمان. اللي كان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتجعله، كان بتجعل قلبه وحبه يسعى البشرية كلها. شوف القلب اللي قد كده يسعى الكون كله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله الرحمة المهداة، ها؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة، رحمة، جميل، حنون على أهل، عطوف. فده بالنسبة للرسالة اللي ترجمها لما كان عمه بيفصله أو بيزايده على الدين. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى، ما تركته أبدا. هات الشمس هنا وهات القمر هنا، لا يمكن. إعجاز، إعجاز، إعجاز. ليه؟ لأن تملك الإيمان من قلبه، فأحيا في بدنه كل خلية كانت تؤمن وتوحد بالله سبحانه وتعالى. الدور والرسالة المهمة، مهمتنا في الحياة نعمل إيه في الحياة المهمة بتاعتنا، لابد ننهيها قبل ما نموت بإذن الله سبحانه وتعالى. هي مهمتنا، نحن المفروض نقوم بها كلنا فرد. هنأتي الله سبحانه وتعالى فرادة، كل منا بكتابه أو بعمله أو بنيته إلى آخره. إيه اللي إحنا أنجزناه في المهمة اللي إحنا ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها بعد ما أن اصطفانا وجعلنا خلائف أو خلفاء له في الأرض سبحانه وتعالى؟ دي مسؤولية، مسؤولية لابد الواحد يسأل فيها نفسه. اللي هي نمرة ثلاثة. أما الرابعة فهنا هو إيه؟ كيف نرى العالم، ها، بنا أو بدوننا؟ كيف نرى العالم بدون إسلام؟ كيف نرى العالم بدون دور المسلمين؟ كيف نراه في ظلام حالك هالك؟ ده احنا نتكلم عليه. لذلك احنا مش هنتكلم محاضرات قدر ما هنتكلم ان احنا نعيش مشاعر صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، احنا مختلفين في كل شيء دلوقتي في الدنيا، أو جعلونا نختلف وقسمونا لشراذم وشيع وأطياف وقبائل وكذا 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 وكذا، وده حاصل والعياذ بالله سبحانه ما احنا ما شايفين. لكن احنا هنتحد على الرؤية اللي رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط صعوبة أيام الدعوة الأولى. هو يقول لما شاف يوم الأحزاب أو يوم اللي هو أحزاب مش كده أو الخندق، أرى قصور كسرى وأرى قصور اليمن وأرى كذا وكذا، والمنافقين كان يقول إحنا مش عارفين نخرج نتبول، وده بيقول لنا قصور كسرى ومش عارف إيه. أيوة، عندي رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أنار الله بها قلبه سبحانه وتعالى. شفت قد إيه؟ رجل اتعلم وخرج من جامعة ولا وحتى ما خرجش من المنطقة العربية كلها. أول ما خرج من مكة، لما راح يمكن راح الشام قبل ما يروح المكة، ما المدينة هي دي حياته. لكن هو عاش لهم العالم،
وعاش لهم العالم ومات من أجل إسعاد العالم لكل قرن من قرون الزمان إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. دي المقدمة بتاعتنا النهاردة، دور، مهمة، رسالة، وهدف. واضحة؟ خاصة أنا بكلم الشباب العواجيز اللي قاعدين ورا دول. أنت صغير، عندك 20 سنة كده. لا من شهداء يا نايل، انا من شهداء ابراهيم. عجبتك؟ حلو. ظهر مناخيري وحطتني. احنا قاعدين كده، هل احنا لنا رؤية واضحة او صورة واضحة لدور الشباب في مجتمعنا؟ ونص مجتمعنا او 60% من مجتمعنا شباب. ثروة اهم من البترول، واهم من الغاز، واهم من المية، واهم من الارض، واهم من اليورانيوم، واهم من كل الحاجات دي كلها. ثروة لكنها مهملة، لكنها مضيعة، لكنها مغيبة. كل ما نقدر نقول لأولادنا روح تعلموا، بس طب هتعلم عشان اعمل ايه؟ عشان تشتغل وتاخد شغل، وبعدين هعمل ايه بيها؟ وكذا وكذا وكذا. فكنا احنا كآباء وكأمهات مش قادرين نحدد معالم دور أولادنا في الحياة اللي هم ربنا استخلفنا عليهم من ساعة ما كانوا لسه يعني بيحبوا في الأرض. قد ايه الامر؟ هل احنا كاباء كاجداد كامهات، ودول اكتر على الام، ان الام هي الحنون هي العطوف اللي قاعده في البيت. ساعات الاب بيكون غليظ زي حالاتي انا كده، لكن الام اللي هي بتحنن على الايه؟ على النشء كله. والمسؤوليه عليكم يا اخوات انتوا اكتر مننا. هل احنا عندنا صوره واضحه لابنائنا؟ احنا يعني ايه زي سيدنا علي ايه؟ يعني خاوي ابنك لما يكبر، خاويه، خليه يبقى زيك اخوك. يتكلم وغاد ويرفع صوته كده ومضربينه ومطالع. دلوقتي في الحاد دلوقتي موجود، اللي ينكر يبقى مش عايش في مجتمعنا. في تركيا هنا وفي كذا بلد، عشان بدون ذكر الاسماء البلاد عشان ما حدش يبقى زعلان. احنا دورنا ايه مع شبابنا اللي بيلحدوا، لما شافوا ان في يوم من الايام كل شيء يبقى اسود قدامهم؟ دور ايه مع في قضيه الحاد؟ دول ايه قضيه البنات اللي هم بيسيبوني، ها، الى اخره الى اخره. يمكن في اوروبا احنا البنات بيجروا بيسيبوا الاب والام خلاص الى اخره، لان في حريه اكتر من هنا من الدول اللي احنا عايشين فيها. شوف الدور ماشي ازاي. ماشي، احنا كان عندنا طفل رضيع اصبح امراه او رجل، ده بنرعاها ففلت مننا. الموضوع مش المجتمع، الموضوع انا المجتمع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، وانا الراعي وانت الراعيه كذلك في البيت. فالدور احنا عندنا صوره واضحه لدور شبابنا في المجتمع اللي هم يعتبروا الثروه 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 اللي احنا عايزين نبنيها. انا مش عايز اتكلم كتير. الساعه كام؟ 7 كانت بقى ربع ساعه دلوقتي، هتكلم كمان 10 دقايق لان عايز كنتوا تتكلموا. يعني انا مش يعني ايه عشان ما يبقاش المعامليه، انا اصلا مش محاضر، انا عارفك انت مش محاضر. ربع ساعه والله. ازاي محاضر يعني؟ انا لسه ما كملتش الساعه. ربنا يكرمك. فهل احنا عندنا كجمعيه مثلا عندنا رؤيه استراتيجيه لدور شبابنا في المجتمع؟ لما الثروة القومية بتاعتنا، ثروة القبيلة، ثروة العيلة، ثروة العزوة، ها؟ ده سؤال بنسأله. هل احنا عندنا كوادر تستطيع انها تبني هذه الثروة او تستثمر في هذه الثروة او تنمي هذه الثروة او تحافظ على هذه الثروة؟ محاولاتك ليست مشروعة. انا بتكلم ايه عن ايه؟ بعض استفسارات كده. هل احنا نبتدي نتعلم؟ يعني دايما احنا بنحاول نعلم اولادنا التعليم التقليدي اللي هو الطب والهندسه والحاجات دي كلها. في تعليم اخر، كان يعني يقول ابني مش عايز يتعلم نفس التعليم ده،
عايز يطلع ميكانيكي، عايز يطلع تاجر، عايز يطلع سواق، عايز يطلع اي حاجه، عيب حرام. طب انا رغبتي كده، انا قدرتي مش قادر اتعلم الحساب والهندسه والجبر والكيمياء والطبيعه، فانا بجبره ان يتعلم حاجه مش هو مش عايزها، فده يطلع فنان مصور يعني يرسم حاجات او اي شيء من الاشياء اللي هو بيحبها الطفل. هل احنا نقدر نبني السوق؟ انا كنت لكم بتكلم من شويه عن سوق الظلام، مش كده؟ سوق الظلام والايه وال في حاجه سوق تاني برضه كده. سوق جديد، انت مغاز هو المغاز. سوق جديد، ما اعرفش مين اللي في طرابلس بقى ولا في مصر عندكم اسواق تانية. مشير ها؟ فسوق الظلام ده او سيلس لو كان تعتبر السوق الشعبي. السوق الشعبي احنا عارفين قيمه السوق الشعبي ده ايه؟ اللي بنحاول فيه نحافظ على كل فرد من المجتمع ان يكون له وظيفه، حتى لو كان بينتج اي شيء في البيت ويجي يسعيه اللي هو بنسميه هنا البازارات. اي حد في الاسر يعني عندنا حاجه اسمها في بريطانيا اسمها او في برمنجهام اسمها السوق المفتوح. بيجي يأجروا طاوله زي كده باليوم. الاسره اللي ما عندهاش راس مال بيجي يأجر الطاوله دي بس لليوم ده، يبيع اللي هو عنده في البيت. سواء كان عنده لا اكل او اي شيء. اللي ما يقدرش يكري محل، مش محل بس اللي هو كشك. ما يقدرش يكري كشك. هو بيجي يأجر الطاوله دي من البلديه ويقف بيها. هو ومراته وابنه وعندهم العربيه بتاعتهم الصغيره يا دوبك. وده كان هكذا يا ابن ضحكوا علينا وان الاقتصاد يبنى بالاستلاف والاستيراد يبنى مش بالانتاج المحلي. الاقتصاد هو معد انتاج الفرد المواطن في البلد او في الوطن او في الدوله. هو ده المعدل بتاعنا، انا بنتج ولا ما بنتجش. اقنعونا ان الاستيراد والتصدير اهم، ها؟ يعني الحاجات بتيجي بره رخيصه الحاجات كذا وكذا وكذا وكذا، فاصبحنا احنا امه مستهلكه وليست امه منتجه. انا هبتدي اتكلم عن الامه المنتجه لما الام دي اللي قاعده ورا والاب ده اللي قاعد هنا يقول له ابني يا ابني انتج في بلدك، يا ابني ازرع في بلدك، يا ابني اصنع في بلدك، يا ابني حب بلدك، يا بنتي حب بلدك، يا بنتي حب تاريخك، يا بنتي حب مستقبل امتك اللي انت منتمي اليها. تستطيع البنت الشابة أو الابن الشاب أن يكون له دور من صغر، دور هو بيؤمن بيه وبيعيش عشان يحققه لما يكبر. دي حق مقولات كده. قاس نمط الأعمال بمدى تأثيرها في بناء المجتمعات، خصائص بناء المجتمعات، حاجات دي أنت فاهمينها أكتر مني. يكون الشخص مؤمن بمجتمعه، ليه رساله يوديها مهمه، منتج، الصفات الشخصيه اللي احنا عارفينها كلها، الاخلاص والتواضع والاجتهاد في العمل والصدق الى اخره. ده بقى اللي مهم ده. وانا هختم بدي ان انا طبعا بما ان انا مولود في مصر مش كده برضه؟ فبحب الاهرامات. واحنا اللي بناها الاهرامات، ما حدش تاني بناها الا مين؟ الا الليبيين. احنا عايزين يعني ايه صناعه؟ كلمه صناعه دي بيخش فيها كل مكونات التصنيع وكل مكونات الانتاج وكل مكونات التسويق وكل مكونات الحرفيات وكل مكونات التعليم الى اخره. لان انا عايز صناعه زراعيه، صناعه البان، صناعه طائرات، صناعه البناء. فكلمه صناعه مش مجرد ان انا يعني بعمل حاجه كده اصنعها في ورشه، لا، دي منظومه او موسوعه بتخش فيها مكونات الصنعه والصانع والمصنع والمنتج والتسويق الى اخره. أنا ببدأها منين؟ ببدأها ده بالنسبة لحركة اجتماعية. حركة اجتماعية معناها إن أنا عايز أبني المجتمع. عايز أخلي الشباب اللي قاعدين هنا في الغرفة دول يعرفوا كيف يبنوا مجتمعاتهم. كيف يبنوا جمعيات. كيف يبنوا مؤسسات.
كيف يربطوا بين شتات المجتمعات بعضهم مع بعض، كيف يرجموا الفجوات اللي في المجتمع. فببدأ بالفرد. الفرد فينا لابد بينفعل لما يكون في كارثة. فبتبدأ ازاي؟ بتبدأ بالفرد. حصل كارثة، حصل فيضان، حصل ايه يا ربي، حرب، زلزال، الى اخره الى اخره الى اخره. ها فابدا انا بنفعل، دي فطره طبيعيه عشان انجد اللي حاول، هي الفزعه بنسميها الفزعه او الهبه عشان النجده. فبتبقى في رده فعل، ثم احول رده الفعل دي الى ايه؟ الى شيء بعمله كل موسم. انا في موسم الحصاد بطلع الزكاه بوزعها على الفقراء، بطلع الصدقات ووزعها، بطلع كل حاجه ووزعها. فانا اصبحت رده الفعل بتاعتي لمساعده الفقير، مساعده المحتاج، تحولت الى شيء موسمي كل سنه. فاحنا بنبدا ازاي؟ يمكن لو انا بضرب المثل من 35 سنه، يمكن من اسبوعين احنا كملنا كبلاغات اسلاميه، كملت 35 سنه يوم 17 يناير. من 35 سنه لما احنا بدانا ما كانش عندنا لا رؤيه ولا اي حاجه الا ان هي رده الفعل، لان في مجاعه في افريقيا، ما كانش فيه دور للمسلمين هذه المجاعه على الاطلاق في اوروبا كلها. يعني احنا بنتكلم عن بريطانيا، واكتشفنا ان المجاعه دي بتصيب، كانت في شرق افريقيا بحيث اسمها اريتريا وتجراي، بتصيب المسلمين وغير المسلمين. وقلنا لازم يكون لنا ايه؟ دور. ان كل اللي بنعمله بناخد، في حد معاه شنطه بلاستيك اللي بيشوف بيها تشتري فيها الخضار والحاجات دي كلها، ماشيين في الشوارع كيس بلاستيك، نوزع اوراق، ها، ونلم تبرعات. وانا بعمل الدكتوراه، انا واخد دكتوراه، خدتها مش كده. فالمهم، فكنت كان شاب زميلي اسمه احسان من فلسطين، هو عراقي فلسطيني او فلسطيني عراقي، عراقي فلسطيني ولا فلسطيني، لا فلسطيني عراقي، مش كده؟ فلسطيني عراقي. وانا كان هو سبحان الله يتميز بايه؟ يتميز بنقاء السريره، تجد الايمان على وجهه في ابتسامه. لا يعني الناس من الناس الربانيين يعني، بفضل الله سبحانه. انا كنت لساني طويل وامشي في الشوارع واكلم الناس والم الحاجات دي كلها، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لما فضله بدانا هذا. لا كان عندنا رؤيه ولا امكانيات ولا كرسي حتى ولا عنوان ولا اي شيء ولا اي شيء على الاطلاق، لكن حسينا ان في سنه 83 لابد يكون لنا دور، لابد يكون لنا دور. فمشينا في الشوارع، كان كل الهدف الوحيد نعمل ايه؟ نساعد الناس المسلمين او المغلابه اللي موجودين فين؟ في افريقيا في المجاعه فقط، منتهى البساطه. مفيش سنه يعني، هي المجاعه حصلت في الصيف في 83، احنا بدانا في 84 يناير 84. فكان مجرد ان عايزين يكون لنا دور، ما كناش بنحلم ان في يوم من الايام يكون لنا الجمعيه دي هيكون عندها 44 مكتب في العالم، او من 20 قرش لحوالي 300 مليون دولار وهكذا. لكن لما انت بتشعر ان انت عندك دور عايز تقوم بيه، مش مهم يكون الدور في اول العمل حجمه قد ايه، المهم ان انت تقوم بيه. واغلب ان لم يكن كل اللي ساعدوا في الفتره دي كلها شباب الثانوي، شباب الجامعات، شباب الصغيرين، دول اطفال الصغيرين بيعملوا كل شيء في الوقت الجميل ده اللي هو ايام الزمن ايه الجميل. يبقى احنا بنتكلم عشان نبني احنا جمعيه او نبني مؤسسه او نبني صناعه. اذا كنت انا عايز ابني يبقى انا قلت عاطفتي انا في وقت الكارثه هي ايه؟ بعمل رده فعل، وبعدين بحول المنتج بتاعي لمنتج موسمي. يعني اطلع الزكاه، اطلع الصدقات، اطلع الاضاحي، اطلع كذا، اطلع في مواسم معينه. وبعدين بيبقى عملي كل سنه تقليدي، بعمل نفس المشاريع كلها. وبعدين بعد كده ابتدي ايه؟ ان انا اكون جمعيه. في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ما ينفعش الانسان يشتغل بطريقه فرديه ابدا، لابد يكون لك كيان زي الكيان ده، جزاكم الله خير، مؤسسه هنا. لان الناس هتتعامل مع مين؟ هتتعامل مع كيان، فلابد ان نحسن بناء هذا الكيان.
الذي من خلاله نستطيع أن نقوم بالتدريب تأهيل والمساعدة والإعلام إلى آخره إلى آخره. لأن تغير العالم في تركيباته الجغرافية وتركيباته السياسية والاقتصادية إلى آخره، لأنه أصبح يتعامل مع كائنات بعد ما كان بيتعامل مع أفراد. فلابد أن احنا نعمل اللي هي الجمعية اللي احنا بنتكلم عليها. يا جماعة مرينا إيه؟ 1 2 3 4 5 عشان نعملها. يعني معناها ايه؟ انا هديكم مثلا عشان اقرب الموضوع ده عليكم. حد من الشباب هنا، تعالى هنا فاروق، ربك عنده 15 سنة الوقت مش كده؟ 15. هو كان عنده فكرة انه يساعد حد. فبنا بنبدأ ازاي؟ من الفكرة للحضارة، او من الفكرة دي للصناعة. وما بتكنتش بتنام الليل، فقعد يكلم الشباب صحابه 4 أو 5 أو 3 أو 2 عشان ايه؟ عايز يخليهم يؤمنوا بالفكرة. لابد هو اصلا يؤمن بالفكرة، وبعدين يخلي اللي حواليه يؤمنوا بنفس الفكرة. لما حواليه يؤمنوا بنفس الفكرة يبتدي يعمل منهم مجموعة بنسميها مجموعة العمل الاولى. المجموعة بنات، مجموعة العمل المفروضة. تعالى يا شباب اقعدوا هنا على الكراسي، يعني تعالى اقعدوا على الارض، اقعدوا في كل حته. فلابد في الاول خالص ان احنا ايه؟ نشوف الفكره اللي بيؤمن بيها فاروق او غيره علشان نحولها لجمعيه. زي ما هنا هو رده الفعل دي هي الفكره الاولانيه، ازاي ان احنا نساعد، ازاي ان نساعد اللي هو المحتاج. زي ان نساعد المحتاج. بعد كده هو حول الفكره دي عشان نقدر نمشي في التدرج، ازاي نبني جمعيه ونبني مؤسسه الى اخره، اللي بدا مشروع على مستوى الحاره، مش بيسموه حاره عندنا، حاره او على مستوى الحاره. نجح المشروع عشان عشان ايه؟ منخول يعني ارسمها هنا بس عشان رسمه ثانيه دي بتكون ازاي الفكره تطلع حضاره. ادي الفكره اهي، بعدين مشروع جمعية مؤسسة فكر ثقافة اسمها ايه؟ نهضة دي. احنا ماشيين في الدورة المجتمعية عشان نحول فكرتنا لحضارة او لتاريخ، وانا هنحول فكرتنا لصناعة مؤسسية. بس التركيز يكون على ايه؟ معايا يا فاروق؟ هقعدك بقى ولا لا؟ التركيز ما يكونش على المفكر، ودي دي دي, دي الشيء اللي احنا بنقع فيه. التركيز يكون على الفكرة. احنا دايما بننسى الفكرة ويقول الحاج فلان هو اللي عمل كل شيء. حلو الاخيرة ما ينفعش. ها؟ ما ينفعش، وإلا مش هتحرك. من غير الحاج فلان والشيخة فلانة مش هتحرك. قايد لا. خدت بالك؟ اديك جزاكم الله خير انك قلتها. فلابد نركز على الفكرة. لو ركزنا على الفكرة هتتحول من فكرة لمشروع لجمعية لمؤسسة. كلمة مؤسسة هنا مش اللي هي الفاونديشن اللي بتعملها الأسرة. كانت مؤسسه ان هي مكتمله الاركان في الكيان المؤسسي، تستطيع ان يكون لها كيانات داخل الهيكل بتاعها وتتعامل مع المجتمع وتختار من المجتمع انسب منهم في المجتمع. بس انسب منهم في قبيلتي، وانسب منهم في عشيرتي او في عائلتي او في جماعتي الى اخره. انسب من في المجتمع للمجتمع يكون يحوله الجمعيه دي الى مؤسسه. مؤسسة بتاخد الجمعية، بتاخد الفكرة اللي هي دي بكياناتها كلها وتحولها إلى فكر مجتمعي. دايما أنا بضرب المثل إيه؟ بالأوقاف بتاعت جامعة هارفارد وصلت لـ40 مليار. 40 إيه؟ مليار. لو حبوا يعملوا بعد ما أصبحوا مؤسسة كبيرة زي كده، من الدخل بتاعهم بتاع الاستثمار بتاع الـ40 مليار دول
فيلم سينمائي في هوليوود او يونيفرسال ستوديو كلف لهم 50 ولا 100 مليون دولار هيغيروا فيه ثقافه شعوب وثقافه مجتمع. دايما هنشوف الافلام الامريكيه ناس بيعيشوا داخل الفيلم الامريكي فتتغير ثقافه شعب وثقافه مجتمع. ها بايه؟ باللي هو الاستثمار طويل المدى، لان المؤسسه اصبح عندها الكيانات القادره على عمل التغيير المجتمعي سواء كان في مجتمعها او في اي العالم كله. ها صناعه السينما، يعني شوف انتم مثلا فيلم الرساله او فيلم عمر المختار رحمه الله عليه قد ايه عملوا تاثير في المجتمع العربي والمسلم بشيء مهني حرفي حصل. أرطغرل يعني ايه؟ أرطغرل أرطغرل دلوقتي. نعم. فده شوف من الفكره دي تاخد لها مثلا 70 سنه 80 سنه 100 سنه. هنا ايضا نفس الفرد ده اللي هيحولها لمنظمه هنا اللي هي دي الحرفيه، مش 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 عرض زي كده، مش الوان ها وصور وكذا. الحرفيه هي اداء والتزام ها ومراجعه وقياس الاثر بتاع العمل بتاعنا على المجتمع نفسه. فهتحول المنظمه دي من منظمه عاديه الى الحرفيات اللي تبقى حرفيه يعني، وبعدين المؤسسه اللي انا رسمت هنا هو، وبعدين هي اللي هتعمل لنا الصناعه المجتمعيه. اما نرجع بس عشان اختم انا يعني، لان دلوقتي تقريبا خدت نص ساعه، خدت نص ساعه يعني صح؟ النص ساعه دي يعني عشان اختم ان هو لما احنا نشوف سنه 83 لما حصلت المجاعه في افريقيا، كان وجود العرب والمسلمين في الامم المتحده ككيانات يكاد يكون صفر. كان في صح عرب بيشتغلوا في الامم المتحده، بيشتغلوا في الصليب الاحمر، لكن ككيانات ومؤسسات داخله الامم المتحده ولها تاثير ما كانش موجود. دلوقتي بعد 35 سنه اصبح في مؤسسات كثيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى طلعت، بس خدت المسيره كام؟ 35 سنه. لما نفتكر القصه بتاعت الدكتور عبد الرحمن السمين، حد فيكم عارفه ولا مش عارفه؟ نعم. رحمه الله عليه، اللي بدا بلا شيء والحمد لله عنده 30 مكتب دلوقتي في اللي هي حاجه اسمها العون المباشر في افريقيا، وعلى ايده بفضل الله سبحانه وتعالى اسلم يمكن 5 مليون او 10 مليون الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. بس بدات بفكره، بدات بايه؟ رعاها زي الفلاح اللي عنده بذره زرعها، فالبذره تحولت الى شجره، شجره عملت ثمار، الثمار راحت عملت شجره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه. في ال 40 سنه بتاعت العون المباشر الكويتي اصبحت تعتبر غابات وموائل كتير جدا من كل الايه المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى، بس خدت المسيره. فلا بد نرعى البذره بتاعتنا ونرعى الفكره عشان تتحول فكرتنا من مجرد ان احنا بنعمل رده فعل الى صناعه مؤسسيه. من مجرد ان احنا فكره فكر فيها فاروق هنا هو الى نبني حضاره ونهضه في الاخر، ودي بتاخد مسيره 70 سنه 80 سنه 100 سنه او اكتر. انا مش هتكلم في علم الاجتماع لان في يمكن انتوا عندكم اقرب لمعرفة المسيرة اللي كان بيتكلم عنها ابن خلدون رحمة الله عليه وغيرهم من الايه من علماء الاجتماع. انا هقف دلوقتي عشان بقيت الساعة الفضلة يكون انتوا تتكلموا او تسألوا اكتر مني، واشكركم وجزاكم الله خيرا وشكرا على الفكرة بتاعتك. بس ما اعرف من ايش الفكرة. تعالى طلعت الرجل.